السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في اعطاء اشعاع للقضية الريفية، التعريف بها والعمل على تمثيل الشعب الريفي والقضية الريفية على احسن وجه في المحافل الدولية، وتكريسا للمسار السياسي والدبلوماسي الذي عمل عليه الحزب الوطني الريفي من أجل بناء علاقات أخوية بين الشعب الريفي والشعوب الإفريقية والشمال إفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم. مبروك على عم التابون وسنقريحة والحكومة الوهمية، الحكومة الإرهابية لتتستت الدول. مبروك عليكم المرأة الثانية، إلا كنتوا رجال، بصح انتم رجال عاد تصرفوا المصروف عندكم الله يعطيكم الصحة. صرفتوا على العصابات البوليزيرو 50 عام سيدي، ما عندي ما نسالكم. أما ديولكم الشعب ديالكم راه داير الطوابير على الحليب، وهو زي رمضان الله يدخلوا عنا على الأبواب على المقبل بشهر رمضان، اللهم تقبل على المسلمين. الشعب ديالكم راه داير الطوابير على الحليب وعلى الطحين وعلى الزيت، وانتم سيدي قال لي واحد المثال افضلنا يدي غيرنا، مخلين الشعب تاعكم تيموت ومشيتوا تتصرفوا على الارهاب ديال الارهابيين البوليزيرو 50 عام. ثم هزينهم بالخلصات ديالهم بالمأكل بالماكلة ديالهم. كاين الشعب البوليزاريو عايش حسن من الشعب الجزائري، وهم يخلوا لي الإخوان الجزائريين. أنا ما تنقصد الشعب الجزائري، احنا خاوة مع بعضياتنا، ولين الحكومة ديالكم والنظام ديالكم راه أموالكم قاعدها البوليزاريو. وها هو دابا قالت ليه الجامعة الأمم المتحدة، اسمع راسك يا عمي التابون يا عمي سنقريحة، ولا باقي تزبدي الميلف ديال الصحراء غنشدو لك فمك مرة. إذن أشنو غيدور؟ زعما هو عد راسو عد العقلية ديالو بغى يسد المغرب من اليد اليمنى. ما هي ناضج مع سيدي واحد الربعة متصريدين بالدول الأوروبية اللي هما انفصاليين وحاسة واش يمثلوا الريف. هادو لا علاقة لي مع الريف، حكاش الريف ما تعرفش، هادو كاع عايشين عف الدول الأوروبية متصردين عايشين بالمساعدات الأوروبية. ودابا ناض سيدي ناض، هو زعما باغي ديك اللعبة يشد من اليد اليمنى، ولكن الدبلوماسية المغربية مجهدة كاع ما على بالها، كاع ما مسوقة هي لهاد الشيء، ما مسوقة حتى لهذا. ناض سيدي قالك حقا ما حقا، بغا يفتح ليهم مكتب الجمهورية الريفية اللي هي مزورة. فين بغى يحط لهم هذا المكتب سيدي؟ بغى يدير لهم تاهمايا كما تتشوفوا في الصور مخيمات، كانت المخيمات ديال بوليزاريو اللي هي في تندوف. دابا سيدي هذوك ما طلعهم والو، ارى سيدي بغى يدير مخيمات اخرين بالمنطقة ديال القبائل. اما المنطقه ديال القبائل ما غادي تصبر ليه، هي فاش غادي تنوض دابا بالمعقول. وعمي التبون راه تيكحل فيها، دابا اصبح عدو ودارت عليه الدول كامله الحصار، بقاو ليه والو، بقات لي واحد شويه في السودان كما تنقولها ديما، واحد شويه في ليبيا. ها هو دابا زاب زعما هاد الجمهوريه اللي فيها اربعه تاع الناس انفصاليين حطهم، وقال كاشيدي باغي يفتح ليهم مكتب جمهوريه الريف. الله اكبر على عمي التبون. عمي التبون هذا بقى يقول لي بومدين ياك، بومدين هو اللي جاب البوليزاريو الله اعلم على حسب العقلية، جاب البوليزاريو ها هما 50 عام ما طلعكم والو. نادى سيدي بومدين بوصعر، كان عنده داك الزغب، هو اللي جابو مواقيلة بومدين اللي حط البوليزاريو. ها هو دابا القرع، هو تعمي تبيبين جابته هو هاد الانفصاليين ديال الريف. وريني كيما تنقولها وتنعاودها، هادو راه ما تيمثلوش الريف، حكاش الريف تنشوفوا في التعليقات ديالهم وخارجين سيدي وتيقولوا احنا بالله وبالصرع مع هاد الناس،
لا علاقة لينا معاهم، هادو انفصاليين راهم خارجين، نعرف انا هنايا بزاف ديال الروافة لا علاقة ليهم بهذا الشيء هذا. كاهما تيقولوا الكلمة ديال عبد الكريم الخطابي كان مقاوم كذا كذا كذا، باقي ديك الراية اللي تيهزوا هما يا تيهزوا بحال الله أعلم، على حسب اللي فهمت منهم أنا تيتفكروا البانديرا ديال عبد الكريم الخطابي اللي هو جدهم، بصح لا علاقة ليهم هما مع ضد النظام المغربي. اما هادو اللي هما ضد المغرب وضد النظام، هاد الانفصاليين اللي هما واحد المجموعه كل مفرقين في الدول الاوروبيه، لا علاقه لهم مع الريف ديال الداخل، الناس اللي عايشين في الريف داخل المغرب لا علاقه لهم مع هادشي هذا. تنعرفوا حنا بزاف ديال الروافه بصح لا علاقه لهم. معلنا عمي تبون زعما بغى يشد من اليد اليمنى المغاربه، زعما رانا درت له هاد الروافة هاد اللي بغى يديروا جمهورية، بغى يفتح لهم واحد المكتب وبغى يدير لهم مخيمات. إذن كما تيقولوا واحد المثال، اللي ما عدو فيل يجيدو فيلا. دابا كان يصرف على البوليزاريو، ديك المرة بغى يطلقها، باغي يتزوج المرة، ولكن هو العقلية ديالو لا شيء، هو تيدير شي حوايج بلا ما يفكر، حكاتو معاه تيجيبو تيكتبو ليه، صافي هو تينفذ، الله أعلم تا الوراق ما تيقراهمش، ما عارف شنو المصير ديال هادشي هذا. يا عمي تبون جماعة راسك على هادشي اللي تدير، هم تشوفو في الأمم المتحدة، هي اللي عندها الماندو ديال العالم، وغادي تشوف هاد التفريق اللي غادي دير فين غيخرج عليك. دابا راك خليتها وجليتها، دابا الدول كاملة هاربة منك. كل شيء هرم منك، كل شيء غيدير عليك الحصار. عاقول لي دابا نتوما مع عمر بقيتو مزيانين، ولاني انا كمواطن مغربي وتنطلب من الدبلوماسيه المغربيه، قال لك كما تدين تدان، تا هما يجيبوا سيدي هاد الراي هاد القبائل اللي هما جمهوريه الجزائريه ويجيبوهم تما المغرب ويفتحوا لهم سيدي قنصله في الصحراء المغربيه. والله سيدي لا ماشي انا اللي غنقول، انا زعما تنعطي الراي ديالي الى الناس المسؤولين من الملك محمد السادس نصر الله اللي هو تاج فوق روسنا، ومن ناصر بوريطة، ومن جميع الحكومه بقيادتها، يديروا تما واحد المكتب ديال الجمهوريه القبائليه الجزائريه بالمغرب، وتكون في الصحراء في العيون. والله ما كرهنا يديروها، قال لك كما تدين تدان، هما اللي باغيين يجبدوا الصداع، ولاني عارف انا هذا الصداع غادي يبداو يصرفوا على القبائل، هذيك الفلوس اللي خاصهم يعطيو للشعب الجزائري اللي هو تيصبح مسكين داير طوابير على الحليب من الفجر، هو شاد النوبه حتى ال 11 باش يعطيو ايطرو حليب وماشي تا حليب على غبره مخلطينه. ايوا هاد الفلوس اللي كنت تصرف على البوليزاريو، اللي بغات تصرف دابا على هاد الوهميين هادو هاد الانفصاليين، صرفها على الشعب الجزائري اللي راه هو مسكين محتاج، تيشد النوبه يوميا على الحليب ويشد النوبه على الطحين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كابرانات، يا كابرانات فرنسا، اتقوا الله في الشعب ديالكم، اتقوا الله في الشعب ديالكم، وبعدوا عليكم المغرب، حكاس المغرب ما يخدمش لكم. والله ما يخدم لكم، والله المغرب تيزيد يجهلكم، والمغرب الحمد لله تبقى النصر الله الى خدام بالعقل، وما على بالوش واخا ديروا قنصليه واخا ديروا مكتب واخا ديروا تزبل وما غيطلعكم والو. انتم عا فين ما كان شي مصرد تجيبوا تحطوا عندكم، فين ما كان شي جيعان وافتحوا وافتحوا فتحوا علاقات مع دول عظمى اللي غادي تنتجوا منهم وينتجوا منكم، وانتم تابعين فين ما كان شي جيعان فين ما كان شي مسطي تجيبوه ديروا ليه قياطن وديروا عندكم وتصرفوا عليه وصرفوا على الشعب ديالكم، ورا الشعب ديالكم داير الطوابير. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كابرانات مع داك الشعب الجزائري مسكين اللي هو اخواننا تا هما، وكاين اللي ما يحملوناش، ولاني انا تنعرف بزاف ديال الجزائريين والله لا يعانون ويعانون وما عندهم والو مساكن على الطوابير. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كابرانات اخوان، الله يجازيكم بخير، اللي شاف الفيديو البارطاج صاحبي، اللي ما ابونيش عندنا يتابونا فلاسين، والله لا عيب عليكم تا انتوما.